بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من الفيديوهات الخاصة بدورة أساسيات التعامل مع النظام لينكس. بإذن الله في الدورة في الفيديو دوت هنتكلم عن حاجة اسمها الفايل سيستم. الفايل سيستم هي المقصود بها الملفات المكونة للنظام أو الملفات المكونة للينكس. الملفات دي هتلاقيها ثابتة في كل التوزيعات الخاصة باللينكس، تمام؟ طبعا احنا مش هنتعرف عليها كلها، يعني مش هعرفكم على كل الملفات او الدايركتريز الموجوده المكونه للسيستم. هعرفكم على يعني ممكن ايه اهم الدايركتريز، تمام؟ مش معنى كده ان الدايركتريز الثانيه مش مهمه، لا مهمين طبعا، ولكن دول يعني ايه اهم، يعني ايه اهم الاهم يعني، تمام؟ يعني دول ايه اللي هم الاعلى في الاهتمام يعني، تمام؟ ازاي اشوف اصلا الدايركتريز او الملفات المكونه للسيستم؟ قدامي طريقتين، يا اما نفتح التيرمينال كده، تمام، واقول له cd داش cd سلاش ودوس انتر. كده انا بص كده انا بقيت في حاجه اسمها ذا روت اوف دايركتريز او ذا روت اوف فايل سيستم. معناها يعني الدايركتري اللي بيحتوي على الملفات او اللي بيحتوي على الدايركتريز المكونه للنظام، انا كده جواه. طب مش عايز اشوف بقى الملفات او الدايركتريز المكونه للنظام، اعمل ايه؟ اكتب له ls عادي يعني، خليني قبل كده ls، تمام. دول هي ديت الدايركتريز المكونه للسيستم عندي، تمام. او اني اخش كده افتح الهوم بتاعي، الهوم دايركتري بتاعي، تمام، واخش على الفايل سيستم او نفس الملفات اللي هنا، نفس الملفات اللي هنا، تمام. هنحتاج الاثنين. طيب اول دايركتوري معانا هنتعرف عليه دايركتوري اللي هو اللي اسمه بن. بن هي اختصار لباينري، باينري او الدايركتوري اللي هو سلاش بن دوت، تمام. في بعض التوزيعات مش هتلاقي الملف اللي اسمه بن دوت هنا او الدايركتوري اللي اسمه بن دوت هنا، لا هتلاقيه جوه اليوزر. هو اصلا هنا محطوط هنا شورت كات، يعني بصوا في علامه بيضة كده هنا او شبه علامه المثلث كده، دي معناها ان الملف دوت ان اسف الدايركتري دوت محطوط هنا كشورت كات، يعني ده مش مكانه الاصلي. امال مكانه الاصلي فين؟ مكانه الاصلي جوه الدايركتري اللي اسمه سلاش يوزر. اهو عندي السلاش بن والسلاش اس بن، هنشوف دلوقتي بعد السلاش بن. فيعني هو دوت كده اللي جوه، يعني سلاش يوزر سلاش بن، تمام، هو نفس هو بسلاش بن. فبعد التوزيعات هتلاقيها محطوطه جوه الدايركتري اللي اسمه يوزر، وده مكانها الاصلي. وبعد التوزيعات هتلاقيها محطوطه جوه السلاش يوزر، بس عامل لها شورت كات بره كده، تمام. طيب بيحتوي على ايه الدايركتري اللي اسمه سلاش بن دوت؟ في قاعده مشهوره في لينكس اسمها everything is a file، يعني كل حاجه في لينكس عباره عن ملف. فالدايركتري اللي اسمه سلاش بن دوت بيحتوي على الملفات بتاعت البرامج وبتاعت الاوامر. يعني الاوامر اللي احنا بنكتبها هنا في التيرمينال زي ال اس والسي دي، يعني اي امر بتكتبه في التيرمينال، الامر ده في الحقيقه هو مش مجرد امر عادي، لا ده هو ملف. يعني انا لما بكتب هنا ال اس في التيرمينال كده بدوس انتر، اللي بيحصل ان التيرمينال بتقوم جاية على الملف ده، على الدايركتري دوت اللي انا فاتحه اللي هو السلاش بن دوت، وبتدور فيه على الملف اللي اسمه الاس وتقوم مشغلاه. بعد ما بتشغله بترجع لي هنا النتيجة او اللي حصل يعني، تمام، او بيظهر لي يعني الامر بتاعي عمل ايه، تمام. فاللي عايز اقوله ان كل امر انا بكتبه هو في الحقيقة عبارة عن ملف، هو في الحقيقة عبارة عن فايل. عشان كده بنقول لك everything the file، كل حاجة عبارة عن فايل، حتى الأوامر اللي بتكتبها هي في الحقيقة فايلز، تمام. يعني أنت عايز تقول لي دلوقتي إن الأمر دوت مثلا أو ده أو ال CD ده عبارة عن فايل موجود في الدايركتري دوت؟ أه. طب ورهولي. حاضر هقولهولك. تعالوا نبحث عنه، ندوس كنترول اف، هقول له اكتب، هقول له ls، دوس انتر، هيبحث عنه. طبعا كل دي ملفات فيها طبعا فيها ls، عايزين ls بس. اهو ادي الفايل اهو،
اللي اسمه LS. يعني انا لما بكتب هنا LS بيقوم الترمينال رايح مشغل لي الملف دوت. طب تعالوا نشوف امر تاني، مثلا امر ال PWD اللي هو اللي بيظهر لي انا واقف انه دايركت او فين انا واقف انه مكان في الترمينال، ادي هو ملف اهو. طب تعالى امر تاني، امر ال CD مثلا، نلاقيها ولا مش هنلاقيها؟ يعني عندي كذا حاجة CD، دول مش دول ملهمش علاقة. عندي ده CD وده وده، كل دي ملفات تابعة للأمر اللي اسمه CD، وده تقريبا تبعهم برضو. تمام، تعال نشوف أمر تاني. if config موجود مش موجود. طيب هنشوف أمر تاني، شوفنا ال اس وشوفنا ال بي دبليو دي والسي دي. نشوف أمر ايه، نشوف أمر ايه، مش فاكر يعني أوامر، مش جايب يعني في دماغي أوامر كده. تعال نشوف، مش عارف أمر كلير ده، بس ما أعتقدش إن هو موجود يعني. بس تعال نشوف كلير، لا في ليه ملف أهو. تمام. طيب يبقى المقصود، يبقى اللي عايز أقوله إن رجع اللي عايز اقوله ان الاوامر والبرامج الملفات بتاعتها موجوده جوه سلاش بن. طيب هل كل الاوامر وكل البرامج بتبقى ملفاتها محطوطه جوه السلاش بن؟ لا، في عندي دايركتري تاني دايركت ده تاني دايركتري عندي اسمه الاس بن. ايه هو الاس بن؟ اس بن هي اختصار لي سوبر باينري. ايه السوبر باينري دوت؟ السوبر باينري الفرق ما بينها وما بين الدايركتوري التاني اللي هو الباينري، ان في السوبر باينري بيحط لك الملفات بتاعه الاوامر والبرامج اللي بتحتاج عشان تشغلها تكون روت، او تشغلها تسبق الامر بتاعها بكلمه سودو. تمام، يبقى السلاش بن الملفات بتاعه الاوامر والبرامج اللي بتشتغل عادي، يقدر اي يوزر يشغلها عادي من غير ما يكون روت. اما الاس بن بتاعي ان فيها الملفات وفيها الملفات البرامج والاوامر اللي علشان اشغلها لازم اكون روت. تعالوا كده نفتحها. احنا خدنا امر اللي هو الاد يوزر، كان بيحتاج مني ان اكون روت علشان اقدر اضيف يوزر. تمام، تعالوا نبحث عنه، اد يوزر سيرش، اد يوزر اهو. تمام، خدنا الاد جروب برضو صح، add group كان في التاني اللي هو ديل جروب او جروب ديل مش فاكر يعني، تعالى نبحث كده عنه. ديل جروب اهو وديل يوزر. تمام، في امر تاني مش جاي في دماغي يعني، المهم يعني لما احنا فهمنا يعني الفكره. تمام، يبقى عندي في السلاش بن الملفات بتاعت البرامج والاوامر اللي بتشتغل عادي مش بتحتاج ان انا اكون روت. اما الاس بن فده هنا في الملفات بتاعت البرامج والاوامر اللي بتحتاج عشان انفذها اكون روت. تمام، يبقى ده كان اول اتنين عندي. بعد كده عندي السلاش هوم، نجيب هنا فين اد سلاش هوم. السلاش هوم هو بيحتوي على الدايركتريز الخاصه بكل يوزر، يعني اي يوزر بنشئه على السيستم السيستم بيجي في الدايركتري اللي هو اللي اسمه سلاش هوم دوت، ويقوم جاي عامل له دايركتري خاص بيه. ادي مثلا اليوزر اللي اسمه ايجل اللي انا فاتح بالجهاز دلوقتي، ادي الدايركتري بتاعه، لو دخلت جواه هلاقي كل الملفات الخاصه بيه. عندي مثلا اليوزر اللي اسمه حسن، ادي هنا كل الملفات الخاصه بيه. عندي اليوزر اللي اسمه كريم، ادي كل الملفات الخاصه بيه او الدايركتريز الخاصه بيه. عندي اليوزر اللي اسمه طارق كذلك، عندي اليوزر اللي اسمه تيستر كذلك. فاي يوزر بنشئه على النظام او اي يوزر موجود عندي على النظام بيتعمل له دايركتري خاص بيه عشان يقدر يحط فيه ملفاته، موجود بيتحط فيه السلاش هوم. تمام. طيب في اهم يوزر الدايركتري بتاعه مش موجود هنا اللي هو الروت. فين الدايركتري بتاع الروت؟ مش موجود عندي هنا، هو مش دوت المفروض يبقى موجود، المفروض يبقى فيه الدايركتري الخاصه بالمستخدمين بتاع النظام. طيب فين الروت؟ هو مش ده برضه بيستخدم النظام؟ بيستخدم النظام، بس الدايركتري بتاعه ما بيبقاش هنا مع اليوزرز العاديين، مع اليوزرز يعني عاديين. امال بيبقى فين؟ الروت بيبقى ليه دايركتري لوحده اسمه سلاش روت.
تمام. احنا طبعا شفنا قبل كده، شفنا في الفيديوهات يعني ازاي نشتغل كروت، تمام. فادي دوت الدايركتري الخاص بالروت وملفاته. تمام، في تاني خدنا كده الاتنين دول وخدنا الاول الاربعة. عندي بعد كده الدايركتري اللي اسمه سلاش بوت، فينو ارجع سلاش بوت. الدايركتري اللي اسمه سلاش بوت دوت بيبقى فيه ملفات التشغيل بتاعت السيستم. يعني ايه ملفات التشغيل بتاعت السيستم؟ انت لما بتيجي تفتح الجهاز، يعني الجهاز مقفول خالص اهو، وانت جيت حطيت الفيشه وصلت الكهرباء فيه وجيت دوست على الزرار عشان تشغل الجهاز، علشان السيستم بتاعك يقوم ويشتغل بيحتاج يعمل يقرا ملفات، حاجه اسمها ملفات البوت، تمام، او بيعمل عمليه البوت. الملفات بقى بتاعت البوت او الملفات اللي بتقوم النظام ديت بتخزن جوه الدايركتوري اللي اسمه سلاش بوت، تمام. يعني في السلاش بوت في عندي الملفات اللي بتقوم السيستم، تمام. عندي بعد كده الدايركتوري اللي اسمه سيس او سيستم. في الدايركتوري اللي اسمه سيس او سيستم دوت، الدايركتوري دوت بيحتوي على حاجه، بيحتوي على ممكن على الدرايفرز او التعريفات. في الويندوز كان في حاجه اسمها تعريفات، اللي هي التعريفات اللي هو السيستم بيقرا فيها مكونات الهاردوير بتاعت الجهاز، فهو دوت هنا اللي موجود في الدايركتوري اللي اسمه سيس. في الدايركتوري اللي اسمه سيس او سيستم يعني دوت الدايركتوري اللي يبقى فيه الملفات الخاصه بالتعريفات بتاعت قطع الجهاز او الهاردوير، تمام. فالملف في الدايركتوري اللي اسمه سيستم وسيس دوت هو اللي فيه الملفات او اللي كنا بنقول عليها تعريفات. في ناس بعض الاحيان الناس هنا تقول عليها تعريفات، او ممكن يقول عليها ان هو هنا الملفات اللي السيستم بيقرا بيها الهاردوير، تمام. عندي بعد كده الميديا او الدايركتري اللي اسمه سلاش ميديا. سلاش ميديا هو بيقرا الاكسترنال ديفايسز، يعني بيقرا الاجهزه اللي داخله له الخارجيه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا مثلا معايا فلاشة اهو وعايز اوصلها، الفلاشة دي لما بوصلها على الجهاز بتتقرا فين؟ بتتقرا جوه الدايركتري اللي اسمه سلاش ميديا. الدايركتري اللي اسمه سلاش ميديا ظاهر لي عليه حاجتين اللي هم خاصين بالسي دي روم او اللي هو الدي في دي، يعني لان دوت قطعه خارجيه، مش قطعه في المذر بورد، لا دي قطعه خارجيه. تعالوا دلوقتي انا اوصل فلاشه، بصوا هتلاقوه حط لي ظهرها لي في الملفات ديت. جاهزين؟ اهو فتح حالي، ارجع تاني اهو. لو جيت دخلت هنا جوه الايجل على ايه، عملها لي اهو، حط لي اهو دوت اسم الفلاشه بتاعتي. لو جيت شلت الفلاشه اتشالت، جيت احط الفلاشه تاني اهو حطها لي، تمام، ودخلنا عليها كمان، تمام. يا دوت كان اخر دايركتري معانا. في حاجة تانية نتأكد؟ لا مفيش حاجة تانية الحمد لله. طيب خلاص كده، شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم باذن الله في دورة جديدة، لان دوت احتمال كبير يكون هو اخر فيديو في دورة الاساسيات الخاصة بلينكس. هل كده احنا وقفنا لينكس خلاص؟ اكيد لا، يعني هنكمل باذن الله، بس قدام شويه هنكمل مرحله او دوره ل ادفانسد او استخدام متقدم لنظام لينكس، او يعني تقدر تستخدم لينكس بس بشكل احترافي اكتر من الفيديو من الفيديوهات اللي في الدوره ديت، لان الدوره ديت هي كانت عباره عن استخدامك لينكس، لينكس كاساسيات، يعني تعلم الاساسيات بتاعه استخدام النظام، تمام. شكرا ليكم، واشوفكم باذن الله في دوره جديده.